يا سلام يا سلام، الله يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين بالعالم. رجعنا لكم فيديو جديد مع تحضير وصفه قراميد الكريسبي والطعم خيال. بدايه في عنا ما يقارب لترين ماء، راح نضيف عليهم كاسه صغيره من الخل الابيض ونحركهم، وراح ننقع ما يقارب 3 كيلو جرام من القراميد او الزهره داخل الماء لمده نصف ساعه. وبعد نصف ساعه طلعناها مثل ما تكون شايفين، راح نبدا نقطعها ونجعلها على قطع صغيره الحجم. وطبعا لازم نحرص على ان تكون مثل ما تحدثنا القطعه صغيره الحجم، ما تكون كبيره حتى نضمن النضوج التام والكامل اثناء القلي. وان كان ولا بد وكانت القطعه عندكم كبيره الحجم، تقدروا توضعوها على النار لمده ما يقارب ربع ساعه، تغلوها غلوه وبعدين تصفوها وتنشفوها بالمناديل. وبتقدروا تستخدموا او تستكملوا الطريقه على هذا النحو والشكل اللي شايفينه حضرتكم. الان وبعد ما فرغنا من التقطيعه، راح نضيف كيلو لبن زبادي داخل وعاء مقعر بهذا الشكل، وراح نبدا نضربه بالسلك المعدني حتى يصير فيه قوام، وراح نضيف عليه كاسه ماء عاديه. وبحال عدم توفر لبن الزبادي بنضيف ما يقارب لتر حليب كبديل عن اللبن، بيصير كمان ما في مشكله ابدا. الان بعد ما اخذنا القوام المطلوب، راح نضيف ملعقه ملح، اضافه لنصف ملعقه بهار وملعقه بابريكا، اضافه لكاسه من البيكس مالت كعك المطحون مثل ما يكون شايفين على هذا النحو، وبيضه، وراح نخلطهم مع بعضهم بالسلك المعدني حتى يندمجوا مع بعضهم ويصيروا بمزيج واحد ولون موحد على هذا النحو والشكل اللي شايفينه حضرتكم. بعد مضي دقيقتين من الخلط والضرب على السلك المعدني، راح نبدا باضافه القرنبيط او الزهره المقطعه بشكل او بحجم صغير داخل اللبن الزبادي والتبله اللي وضعناها مع البهارات. وراح نحاول نوصل التبله مع اللبن الى كافه اطراف قطع القرنبيط او الزهره مثل ما يكون شايفين هيك، حتى تبلغ كافة أطراف القطعة. وبصراحة أثرت أذكر الاسمين القرنبيط أو الزهرة كون الاختلاف وارد في المناطق أو على حسب الدول، وما يصير في يعني نوع من الاحتجاج من قبل المتابعين على هذا الأمر. الآن رح نوضع 800 جرام من الطحين بإناء آخر، إضافة لكاسة نشا الذرة، ورح نضيف مباشرة ملعقة ملح فوقهم، ونبدأ نحركهم مع بعضهم حتى يندمجوا مع بعضهم البعض وما يعلى طرف على اخر مثل ما تكون شايفين حضرتكم. بمجرد ما فرغنا من التحريك، راح نبدا باضافه وتنزيل قطع القرنبيط او الزهره داخل الطحين والنشا والملح، وراح نبدا بتغبيرهم نوعا ما حتى نضمن امتصاص قطعه القرنبيط او الزهره للطحين والنشا، ويصيروا مسقولين الصقل الخارجي، ما يكون في اي تجويف داخلي او فراغ. وراح نستخدم هي الطريقه لتغبيرهم، وتقدروا انتم تغبرون عن طريق الايدي قطعة قطعة، بتغمروها وتغطسوها داخل النشا والطحين. الآن رح ندخل مرحلة القلي بعد ما حمينا الزيت النباتي، ومجرد ما وضعنا القطع داخل الزيت، رح نوضع درجة النار على متوسط حتى نضمن النضوج الداخلي التام للقرنبيط أو الزهرة. وطبعا هي الوصفة جديدة والطريقة حديثة، بتجربوها على نفس الطريقة وإن شاء الله رح تاخذوا طعمة جدا رائعة وشهية ولذيذة. الآن رح نبدأ بتحضير صوص الهاني باربيكيو مثل ما تكون شايفين، بداية من مايونيز إضافة للكاتشب، ورح نضيف عليهم شطة حارة، وننزل معهم ملعقة عسل، طبعا الكميات اختيارية على حسب ما ترغبوا حضرتكم. وراح نبدأ نحرك المواد مع بعض البعض حتى يصيروا بلون واحد كصوص. بهالأثناء راح نبدأ نتفقد الزهرة داخل الزيت المغلي مثل ما تكون شايفين، بدأت بالنضوج أو أوشكت على النضوج. وطبعا مدة القلي على نار متوسطة من 10 ل 15 دقيقة حسب حجم الزهرة. ونهاية طلعت معنا بهذا الشكل اللي شايفينه حضرتكم كطبق نهائي، وصفة حديثة جديدة نوعا ما على الساحة، بتنال إن شاء الله إعجابكم. بتقدروا تحضروا هي الوصفة على الموائد الرئيسية كوصفة حديثة جديدة بطعم فوق التصور. نتمنى النشر والمشاركة حتى نستمر معكم ونوافيكم بكل جديد. كان معكم الشيف محمود من المطبخ خرافي، وإلى وصفة مقبلة.